بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. حدثي زينب عن بدر العشيرة. القصيدة من نظم الشاعر الكبير علي عسيد العاملي، فكرة جديدة ما مطروحة لقمر العشيرة. أم البنين لما رجعت للمدينة قعدت هي وزينب تقولها سولفيني عن العباس، بيض وجهي ولا. أم البنين تسأل زينب وزينب تجاوب أم البنين العباس شنو سوى. هاي الفكرة خلوها ببالكم. وليلة قمر العشيرة. حدثي زينب عن بدر العشيرة، هل وفى للسبط هل كان نصيرا. حدثي زينب عن بدر العشيرة، الوفا للسبط هل كان نصيرا. إن يكون قصر في درب حسين فلتكن أيام دنيا قصيرة. العباس قصر طريق الحسين يوم ما قصر. سولفيلي زينب سولفيلي أنا منتظرة. حدثي زينب عن بدر العشيرة، هل وفى للسبط هل كان نصيرا. إن يكون قصر في درب حسين فلتكن أيام دنيا قصيرة. فأجابت زينب طبت رضا، طبت رضا. فأجابت زينب طبت رضا. العباس ما قصر، حليبش طاهر، ماكو أطهر من حليبك يا أم البنين. كان عباس يدا دير عن حساما لحسين وأخاه ووزير، بل له قال الهدى اركب بنفسي. أم البنين الحسين ليلة العاشر قال للعباس أروح لك فدوة، تدرين يوم ما تدرين شو تقولها. كان عباس يدا دير عن حساما لحسين وأخاه ووزير، بل له قال الهدى اركب بنفسي. ايش وقت اذ به الاطفال لاذت مستجيرة. اذ به الاطفال لاذت مستجيرة. عيدوا وياي. بل له قال الهدى اركب، إذ به الأطفال لاذت مستجيرة. أم البنين لم يزل يرمق عبد الله طفلا يابس الثغر بعين مستديرة من العطش. لم يزل يرمق عبد الله طفلا
يا بس الثغر دعين مستديرة ما مضى شبلك للحرب ولكن لصغار أرخص النفس الكبيرة. ترى العباس ما راح يقاتل، لو راح يقاتل ما خلى واحد منهم. العباس أرخص النفس الكبيرة، الصغار كانوا عطشانين، قالوا له يا عم العطش قد قتلنا. اي والله ما مضى شبلك للحرب ولكن لصغار أرخص النفس الكبيرة. وصل العذبة ولا وفي القلب سعير، غرف الماء ولم يطفئ سعير. وصل الجرف وفي القلب سعير، قلبه واج نار، غرف العذب ولم يطفئ سعير. عاتب النهر وناداه أتجري، أي ماء فاقد فيك ضمير. وكنت شنو من ماي ما عندك ضمير، وقت تجري والحسين عطشان، كل علويات عطشانات، كل أطفال قام يغمى عليها وانت تجري. غرف الماء وفي القلب سعير، وصل الجرف وفي القلب سعير، غرف العذب ولم يطفئ سعير. عاتب النهر وناداه أتجري، أي ماء فاقد فيك ضمير. يا فرات الطف لا كنت فراتا، وحسين يجرع الكأس المرير، وحسين يجرع الكأس المرير. وانثنى يحصدهم إذ غدروه، فهوى البدر على رمل الظهير، فهوى البدر على رمل الظهير. يا أخي نادى فناداه حسين، وأخاه بمآقيه الغزير. خنعيده يا أخي نادى فناداه حسين، وأخاه بمآقيه الغزير. وانحنى يلثم لليمن يمينا ويسارا بعدها الدنيا عسيرا، قائلا قد كسر الأعداء ظهري إذا أرى جبهتك الغراء كسيرة كسيرة. نور عيني ما رماك السهم إلا قاصدا من لؤمه عين البصير. قال عباس أخي دعني تريبا فأنا أخجل من وعد الصغيرة، فأنا أخجل من وعد الصغير.
وعلى الحوراء سلم لي كثيرا فالرزايا بعدما أمضي كثيرا في السباحة حافية تسحب جرا وتناديها الأعادي يا أسيرة هكذا مات أبو الفضل وكانت زينب أنفاس عباس الأخيرة. حرام العيش من بعدك يا أبو فاضل حرام العيش. أنا ذني الأبيات كل سنة أقراهن ذني الأبيات كل سنة هاي من 20 سنة أنا كل سنة أقرأ ذني الأبيات أحبهن. حرام العيش من بعدك يا أبو فاضل حرام العيش. ليلة العباس الليلة شلون نقرأ الليلة؟ حرام العيش من بعدك يا أبو فاضل حرام العيش يا خويا من تظل هنا أردا للمخيم بيش. أويلي عليك يا أبا عبد الله أويلي عليك يا أبا عبد الله. شقل الحرم لو قال لي أنا رجعت وحدك ليش قلنا شعوق العباس وترجع وحدك خلاك بعد شي يقول له يا راعي الوفل ما صار مثل خوتك بالخوان يلعفت العذب لجلي وقضيت على النغر عطشان قلت حيلتي وشمتت بي خلافك العدوان بعد شي يقول له اليوم القدر يا عباس فرق بينك وبيني وبقيت اتمنى سهم الصاب عينك واقع بعيني وسيف اللي قطع يمناك قطع من قبلك يميني وعمود الصاب راسك ريت اذاني ولا اذاك بعد شنو صار؟ قام ورجع لخيمه وظهره من جسم نصين ومن صد خوات ليه قال ان هذا موش حسين يعني صاير بيه قال ان هذا موش حسين لكن حين عرف النصاح ان شاعظ يدك وين الله اكبر لا كان حين عرف النصاحا جاعظ يدك وين قلنا شعوق العباس وترجع وحدك خلاك شلون اقرأ لكم الليلة يلا قلوا لي شلون اقرأ لكم الليلة شنو اقرأ لكم الليلة يا قمر العشيرة عمي هم شفتوا اخو ما يشرب ميه شايفين عمي سامعين وين هم شفتوا اخو ما يشرب ميه ويلتذ بالعطش من اجل يانيه من اجل الاخوه وهم بسيه وبلذه الخوه جان يتروى وبلذه الخوه جان يتروى أنا ما أرد أخلص دموعكم والله ما أرد أبتشيكم بالبداية لأن برانا مسرح طويل إذا الآن بتشيتكم بالمسرح شو نسوي يعني بس هي ليلة العباس ما أعرف شنو أسوي شنو أقرأ شنو أقول ما أعرف إي والله يلتذ بالعطش من أجل يعني بس نيته وبلذة الخوة يعني يتروى والله يتروى 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 ما حد يدري ليش انطاهن جفوفه مو قصة جيوش تخسد جيوش وشام والكوفة راد يموت حتى حسين ميعوفة والله ميعوفة وحتى ما يظل بفراقه يتشوه وحتى العمد من خلاه وحتى السهم من خلاه يصل العين حتى لو يظل ما يشوف بعد حسين
مثل هاي الأخوة وين صارت وين، ومثل عباس يا هو الذي سوى، يا هو الذي سوى ومن واسع يدنق للعمود وينهشم راسه، رادي يموت قبل حسين رايد تخمد انفاسه، وجاه حسين اخوه باخر الانفاس، عاين سهم عينه وضربته على على الراس، صاح كسرت ظهري خويا يا عباس. اي والله يا وجاه حسين اخوه باخر الانفاس، عاين سهم عينه وضربته على الراس، صاح كسرت ظهري خويا يا عباس، يا عباس. وهز الكون هذا الصوت من دوا يا صوت، الان انكسر ظهري، وهز الكون هز الكون هز الكون هذا الصوت من دوا.